غيرش من الصليب. ما غيرش من الصليب يا شنوده. يلا كشف وكويس. انت كويس؟ قول لهم انا كويس. طيب في تحاليل. انت كويس يا شنوده؟ انتوا عملتوا ايه؟ اعمل كده. ممكن اكتب لكم التحاليل اللي انا عايزها وتعدوا على المعمل يكملها لكم؟ طيب انا عايز سي بي سي وهياخد ايه بركات. الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. انا بقى شرف ايه دلوقتي بقى؟ مبسوط مبسوط مبسوط. اسعد كل الشعب المصري كله. الناس كانت فرحانه امبارح بهذا القرار. وانت دلوقتي انت والاستاذه امال طبعا يمكن اسعد. انا سعيد وهطير من الفرحه وبشكر اشكر ربنا الاول اولا واخيرا واشكر سعاده الرئيس رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي واشكر الشيخ الازهر وبقول له كل سنه طيبه يا عم الشيخ الازهر واشكر سياده المفتي واشكر القضاء المصري واشكر النائب العام واشكر حكومه مصر كلها واشكر الشعب المصري بقول لهم كل سنه طيبين ورمضان كريم والحمد لله ان شنوده رجع لي بركه ربنا وبركه الشعب المصري كله اللي هو في الخبر ازاي او قرار النيابه ازاي. انا كنت هطير بس ما كنتش مصدق قلت بس مش ممكن كده كلامه بس لولا ما اشوف شنوده بعيني لولا ما هصدق. ومستني فرج ربنا وكل حاجه باذن ربنا. الخبر جالك الساعه كام؟ الخبر من اول اللي بس مش ده يقول وده يقول ساعتين وده يقول يوم وده يقول اسبوع وده بعد شهر هيجي ما فيش ميعاد ثابت يعني. ولا حد قال لك ايه؟ قال لي مبروك شنوده راجع لك كلها سعاده. قلت له قال لي اه والله. قال لك هتستلم امتى بالظبط؟ لا 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 ما ناس ما قالتش على الساعه ولا قالت على ناس تقول ساعات في ناس تقول يوم ناس تقول مثلا بكره بعده كده يعني ما فيش ميعاد ثابت يعني. بس النهارده جيت وزاره التضامن بقى عشان هم اتصلوا اتصلوا الصبح بدري وقال لك تعالى على الساعه 10 الصبح تاخد شنو. ايه اللي تم من الصبح لغايه دلوقتي؟ لسه مش عارف اي حاجه انا قاعد فوق هنا مش عارف اي حاجه تحت. ما بتش لسه؟ لا ما بتش شنوده لسه. يلا يا شنوده.